محفوف بملك وملكوت. مو معنى أن عالم الملكوت ما إلى علاقة بعالم الملك، لا، يحصل بين عالم الملك وعالم الملكوت تبادل، تلاقي في بعض الأمور. شلون؟ أضرب لك أمثلة. مثلا قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. شلون الله يأخذ صدقات؟ يعني الله يجي يجمع الصدقات من الناس. شنو معنى هالآية ويأخذ الصدقات؟ شلون الله يأخذ الصدقات؟ هذا عبارة عن عمل ملكوتي تقوم به الملائكة. أنت عندما تضع الصدقة في يد الفقير الملك يلتقطها، التقاط ملكوتي. هناك التقاط ملكي مادي من قبل الفقير، وهناك التقاط ملكوتي من قبل الملك الموكل بذلك ويأخذ الصدقات. عندما تقرأ قوله تعالى: وإذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تتقوا وتصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كيف نزلت الملائكة يوم بدر؟ 3000 و5000 كيف نزلت؟ هذا معناه اتصال عالم الملكوت بعالم الملك، اتصال عالم المادة بعالم ما وراء المادة، اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. تنزل الملائكة مسومين ومنزلين لينصروا المؤمنين. المؤمن يشعر أنه يعطى قوة أعظم من القوة العادية التي يمتلكها، ويعطى عزم وإرادة أعظم من العزيمة والإرادة الطبيعية. تراه يقبل على القتال بعزم مستميت، كل ذلك لمدده من قبل الملائكة المسومين. هذا اتصال من عالم الملكوت بعالم الملك. ومن دلائل هذا الاتصال ما نقرأه، زين، ما نقرأه في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف يعني دم الحسين سكن في الخلد؟ هو دم الحسين في التراب، كيف سكن في الخلد؟ يعني هناك ملائكة موكلة بالتقاط هذه القطرات من الدماء وإصعادها إلى عالم تجريدي عظيم. أشهد أن دمك سكن في الخلد. وإنت تقرأ أيضا في روايات يوم عاشوراء: لما قتل الطفل الرضيع أخذ الحسين دمه فرمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة. هذه الدماء التي أخذها بيده قذفها نحو السماء ما رجعت منها قطرة، إن ذهبت. هذا التقاط من عالم الملكوت لعالم الملك. هذه الدماء أخذت زين بها الجنان، زينت بها الفردوس فما رجعت منه قطرة.